ابوك انا جاب لك اللي يرفص، ما انتشرت مني الحطب اللي شرت مني الجمل. خذ حطبك وكب الجمل، والله شرت لي الحطب. وكم هذا الحين؟ هذا بربع او ثمن. طيب وذحينا الجمل هذا للبيع؟ قال يا ابن الحلال انت الان ذحين وانت تقول عني يرفص، ذحين قد كلت شيء لا تشتريه. خذ حطبك وفكني بالله. طيب هيا اخ 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 ايه اوه كانه لا جايع. يا ابن الحلال فكني من هذا الهرج فيك، جايع شابع انت تخصص كل حاجه. خذ حطبك وصاب صاب الله عليك. كانك الله مالك زعلان كذا؟ عسى ما هو اللي بيننا، ما بيننا ولا حاجه، بيننا مالك انت يعني تتخصص كل حاجه. انت تبغى بحطب ولا تبغى بجمل؟ كل ساعه تهبلي. خذ حطبك يا اخو فكني مع السلامه.